الآن مشاهدينا ننتقل بكم مباشرة للإجازة الأسبوعي للمتحدث باسم رئيس الوزراء، كلمته وهو سيد هشام داود. أنا أقدم هذا المؤتمر الصحفي بدلا عن الصديق والزميل أحمد ملا طلال بسبب وقعة صحية هذا الأسبوع، فقط هذا الأسبوع طلب أن أكون محله، وليطمئن الأصدقاء أيضا لا يتعلق الأمر لا بكورونا كوفيد 19 ولا شيء آخر. المؤتمر الصحفي هذا يتناول أعمال جلسة مجلس الوزراء لليوم. هذا الاجتماع كان حقيقة مهم لسبب موضوعات تطرقنا لها، وأيضا لنقطة أساسية أخرى سوف أتناولها بعد قليل. بدأ رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي حديثه عن التطورات في البلد، يعني نحن نسمع ونرى ونراقب ونتحدث عن تظاهرات مشروعة، تظاهرات أغلبها سلمية، أيضا تظاهرات أخذت طابع مطلبي، اجتماعات مستمرة مع المتظاهرين هنا وهناك، نحاول أن نجيب، أجبنا على قسم من عدها، ولكن أيضا نرى من الجانب الآخر تصاعد نغمة وشحنة من العنف. حقيقة هذا بدأ يقلقنا، هذه الشحنة من العنف بدأت تظهر، وكأنما من متمرسين يهاجمون تارة القوات الأمنية أو مباني عامة. هذا أعتقد الحكومة سوف لا تسمح به. بقدر تفهمنا لكل مطالب أبناء شعبنا، بقدر أيضا تفاعلنا الإيجابي معها، بقدر نقدنا للموروث الكبير الذي تم فيما بعد، ولكن الفوضى التي أصبحت مهنة لدى البعض والعدمية ليس أفق للشباب ولا أفق لنا كحكومة مرفوض. فنحن نحاول بالحوار، نحاول بالإقناع، وإن كفت الأمور بطبيعة الحال الحكومة تتحمل مسؤوليتها، وبالتالي يتم تطبيق القانون. هيبة الدولة قضية أساسية بما فيه للمتظاهرين، عندما يريدون أن يتفاوضوا حول وظائف، حول فضاءات اقتصادية تفتح، يجب أن يتفاوضوا مع طرف ذو مصداقية. لا أرى هناك طرف ذو مصداقية غير الدولة، دولة ذات هيبة، دولة ذات قدرة، دولة تستطيع أن تتصرف بشفافية وجدية مع مواردها الاقتصادية وبمسؤولية وترسم إلى المستقبل. وبالتالي عملية إضعاف الدولة وتقديمها بأنها قزم ولا تستطيع أن تحمي المواطنين، هذه قضية مضرة بنا جميعا ومضرة بهم بالمتظاهرين أيضا. رئيس الوزراء توقف أيضا حول بقاء في بعض الأحيان اشتداد الممارسات البيروقراطية حقيقة المعيقة. في أحيان كثيرة نحاول أن نخلق بعض المبادرات هنا وهناك اقتصادية اجتماعية، نواجه دائما بالبيروقراطية المتجذرة في داخل مؤسسات الدولة. نحاول منذ يوم مجيئنا إلى المسؤولية في هذه الحكومة أن نخفف من وطأتها، أن نخفف من وقعها، ولكن نرى بأنه العديد من هذه الممارسات تعيق تقدمنا إلى الأمام. جرى الحديث والتوقف خاصة من قبل رئيس الوزراء عند هذه النقطة بأنه نعم احنا لا أحد في العراق وخارج العراق يعرف وقع البيروقراطية وأثارها السلبية، ولكن أصبحت عائق وكابح كبير. بطبيعة الحال اجتماع مجلس الوزراء توقف كالعادة عند تطور انتشار كوفيد 19، كوفيد 19 الكورونا. الأخبار المفرحة نسبيا بأنه في الأيام الخمسة الماضية نسبة الإصابات أقل بكثير من نسبة الشفاء. هذا الشيء حقيقة يبعث على الفرح، بس بارد أقول الاطمئنان، لأنه كورونا تقريبا لا زال يظهر هنا وينتشر بشكل آخر. كل أنواع العقار اللي موجود، العقاقير عفوا، كل أنواع العقاقير اللي موجودة في العالم، الأدوية ليست تماما هي 100% مضمونة، ولكن وزارة الصحة استوردتها ووفرتها في الداخل العراقي. نحن لسنا متأخرون على ما هو موجود في الخارج، ولكن
نسبة الأبحاث في المختبرات والجامعات والدولية هي غير قادرة لإيجاد هذا الدواء الذي يقينا من هذا الوباء. نحن على قناعة أنه النشاط الدولي أينما كان عاجلا أو آجلا سوف يصل. من هنا إلى تلك اللحظة علينا أن نكون حذرين. ليس هناك شيء آخر أكثر أهمية من كمامات الفواصل الاجتماعية فيما بيننا. هذا أعتقد هو أكثر شيء من الممكن أن يكون متاح. في الآونة الأخيرة رغم التاريخ اللي كان موجود، كانت هناك مراسم محرم عاشوراء وملايين من الناس كانوا موجودين في الشارع رغم دعوة المرجعية والمؤسسات الصحية، ولكن الناس نزلوا بعفوية إلى الشارع. وزارة الصحة واكبت ذلك ووفرت لهم كمامات مجانا في يوم 10 محرم عاشوراء، وزعت بحدود 450 ألف كمامة مجانا على الزوار. النقطة الثالثة التي تم التوقف عندها مرة أخرى، وهذا ليس استغراب بالنسبة لكم، قضية الكهرباء. ولكن الجديد نحن تقريبا على وشك أن نودع الصيف. لا نتعامل مع ملف الكهرباء بأنه ملف نتنفس الصعداء، تخلصنا منه لهذا الموسم وسوف نتركه للآخرين أو لنا. لا، نتعامل معه بمسؤولية. في هذا المجال أيضا رئيس الوزراء ووزير الكهرباء أيضا توقفوا حقيقة عند صيانة خاصة المحطات بشكل أساسي التي عملت بطاقة في بعض الأحيان أكثر من قدرتها، تخصيص أموال، التعاون بين المالية والكهرباء، أيضا صيانة هذه المحطات مع شركات أجنبية. تم التوقف عند هذه النقطة والحاجة للمواصلة بشكل أساسي من قبل رئيس الوزراء شخصيا. في هذا المجال أيضا وزير النفط اقترح على مجلس الوزراء ووافق مجلس الوزراء على برنامج بناء منشآت عملاقة لاستثمار الغاز لصالح شركة غاز البصرة بطاقة 400 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم. أيضا وافق رئيس الوزراء ومجلس الوزراء على قرار للبدء بتنفيذ مشروع استثمار غاز الناصرية بطاقة 200 مليون قدم مكعب يوم. احنا في الغالب الناس في الداخل والخارج تتحدث عن العراق باعتباره قدرة وقوة نفطية، ولكن ننسى في أكثر الأحيان بأنه العراق أيضا قوة غازية. للأسف في مجال الغاز إلى اليوم كان هناك نوع من الهدر، في بعض الأحيان حرق، هذا يؤدي إلى تبذير هائل وفي نفس الوقت تلوث للبيئة. منذ فترة وبشكل أساسي منذ الأشهر الأخيرة تم التسريع في هذا المجال داخليا وفي تعاقد مع شركات عملاقة خارجية بتحويل العراق إلى منتج للغاز للاستفادة الداخلية، خاصة محطاتنا الأساسية تعتمد على الغاز لإنتاج الكهرباء. وأيضا في نفس الوقت لما لا غدا أو بعد غد يتم التفكير بتصدير الغاز إلى العالم القريب من عندنا والبعيد. أيضا هذا الاجتماع كالاجتماعات الأخرى رئيس الوزراء دائما يتوجه إلى الوزراء بالبحث عن الفساد، الرواتب المزدوجة، التلاعب على القانون، التبذير في المال العام. هذه أمانة برقبتنا وبشكل أساسي مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية. وأرقام قدمت أيضا في وزارات عديدة، هناك 5000 هنا إلى آخره. سوف تتم متابعة هذه الملفات وبالتالي علاجها قانونيا لتعود الأموال إلى الخزينة العامة وبالتالي أيضا لصرفها في مكانات ذات أهمية خاصة في مجال الرعاية الاجتماعية، خلق فرص للتوظيف. نحن نسمع صيحات الشباب والآخرين للمطالبة التعيين هنا وهناك. نقطة أخرى أيضا توقف عندها مجلس الوزراء هي قضية القطاع الزراعي. أيضا العراق بلد زراعي، خلال سنوات تعرض هذا القطاع إلى شيء من الأذى نتيجة فتح الحدود، رفع الجمارك،
هناك كانت رغبة عند البعض في إضعاف هذا القطاع لأنهم يعتمدون بشكل مفتعل ومصطنع على أرباح نتيجة استيراد من بلدان أخرى. الحمد لله القطاع الزراعي منذ 3-4 سنوات إلى الآن في شيء من التعافي، واليوم لدينا تقريبا فد نوع من الاكتفاء في مجالات الحبوب ومحاصيل أخرى، ولكن الجانب المالي لتعويض هؤلاء الفلاحين قد تأخر، وبالتالي قد يعرض الفلاحين والموسم القادم إلى خطورة. مجلس الوزراء دعا إلى تكليف لجنة والعمل بشكل عاجل لإيجاد حلول سريعة ماليا للفلاحين في هذا القطاع. أنتم تعرفون ربما بأنه في هذا القطاع حوالي 40% من الأيدي العاملة العراقية تعمل، إن كان بشكل مباشر أو غير مباشر، ليس فقط في الزراعة في الحقول، ولكن كل ما يتعلق نحن نسميه بالصناعة الزراعية. هذا اليوم كان مهم في مجلس الوزراء، ليس فقط لمناقشة مجموعة مشاريع وقرارات وإجراءات. وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم قدم مقترح بعد دراسة مستفيضة في داخل الوزارة على هامشها وعبر الكثير من المختصين المؤرخين المثقفين لاقتراح يوم وطني للعراق. أنتم تعرفون من عام 2003 إلى اليوم ليس هناك يوم وطني، هناك عطل رسمية وليس هناك يوم وطني لنحتفل فيه. بعض الأحيان نتوقف على التواريخ السابقة قد مضت وهناك خلط، قد يبدو غريب بأنه العراق في هذه المنطقة من العالم وجد التاريخ، يعني كتابة التاريخ، صناعة التاريخ، وجدت الكتابة، الدولة، مدينة، التجارة ذات المسافات البعيدة، تقنية الزراعة، الري. وحتى في القرن العشرين لدينا بعض التواريخ، ولكن لم نصل إلى اتفاق ماذا يجمع العراقيين في يوم ما ليقولوا نحن نقدر أن نجد هويتنا كلحظة وكتطور في هذا اليوم أو في هذه المناسبة. في الغالب كانت الخلافات سياسية وفلسفية وروحية. المقترح وزارة الثقافة بأنه ضمن التواريخ المتاحة لدينا من نهاية الحرب العالمية الأولى عن العراق الحديث وإلى اليوم هناك بعض التواريخ، ربما التواريخ ما بعد 63 من الصعب تبنيها بفعل ارتباطها بالدكتاتورية السابقة. عام 58 ثورة 14 تموز، البعض يقول عنها انقلاب، هناك جدل إلى آخره، البعض يرى بأنها ليست اللحظة من الممكن أن يتواجد أو يتآلف حولها العراقيون. هناك حس شعبي زائها، وهناك نفس رسمي، وهناك حوار أكاديمي. بقى لدينا تاريخ 32 وعام 21 وعام 20. عام 20 ثورة العشرين مهمة في الوجدان العام وفي المخيال الشعبي العراقي، ولكنها كانت محصورة في منطقة ما أيضا رغم بعدها الوطني. وهناك حوار أكاديمي. بقى لدينا تاريخ 32 وعام 21 وعام 20. عام 20 ثورة العشرين مهمة في الوجدان العام وفي المخيال الشعبي العراقي، ولكنها كانت محصورة في منطقة ما أيضا رغم بعدها الوطني. عام 21 قضية مهمة، نعم جرى فيها تنصيب الملك فيصل الأول باعتباره أول عاهل على العراق الحديث وظهور الدولة الحديثة، ولكنها ارتبطت أكثر بتتويج الملك فيصل من الحدث الأساسي لظهور الدولة العراقية الحديثة، هكذا قدمها وزير الثقافة. يبقى هناك تاريخ ثالث هو 32، معاهدة الانسحاب وجلاء القوات الأجنبية، وبالتالي دخول العراق إلى عصبة الأمم واعتراف العالم بالعراق كبلد مستقل. ربما هذا التاريخ يجمع أكثر حوله عدد من العراقيين. قد
يجهل الكثير من العراقيين معنى هذا اليوم هذا التاريخ. على المدارس، عليكم على الصحافة، على المؤسسات الثقافية، على المثقفين، مؤرخين، أن يتوقفوا عند هذا التاريخ، وبالتالي سيكون هناك حوار في البرلمان حول هذا المقترح الذي صوت عليه مجلس الوزراء ليقدمه كقانون إلى البرلمان واعتباره اليوم الوطني للعراق. بطبيعة الحال إذا تم إقراره سوف نعمل أيضا فيما بعد لإيجاد نشيد وطني إلى العراق. سوف يكون هناك حوار، وهذا صحي ومفيد جدا، ولكن ما هو غير مقبول بأنه بلد بهذا العمق التاريخي الذي أنا تحدثت عنه ليس لديه إلى اليوم عيد وطني. هذا يعني مقدار الجدل اللي موجود، مقدار الانقسام الذي وجد في السابق. هناك قناعة لدى العراقيين بأنه من الممكن الذهاب خطوة إلى الأمام وأن يجدوا نفسهم تحت مظلة وطنية، تحت مظلة مواطنة جامعة، يأخذون من هذا التاريخ أو ذاك أشياء تشكل هويتهم الشخصية والجمعية. هذه كانت النقاط التي تم تداولها في اجتماع اليوم لمجلس الوزراء، والمجال مفتوح الآن لكم لأربعة خمسة أسئلة وأنا حاضر إذا أقدر أجاوب عليها. دكتور السلام عليكم. حسن فواز مراسل قناة العراقية الإخبارية. نتحدث دكتور عن زيارة الرئيس الفرنسي يوم غد، ما هي أبرز الملفات التي سيبحثها الرئيس الفرنسي مع رئيس الوزراء؟ وأيضا الشق الثاني يعني ولو أطيل عليه على حضرتك، هل تم تحديد موعد لزيارة رئيس الوزراء إلى المملكة العربية السعودية؟ شكرا جزيلا. ما يتعلق بزيارة الرئيس الفرنسي، هو الآن موجود في لبنان، وحقيقة هو رجع بعد شهر. العلاقات الفرنسية اللبنانية قديمة تاريخية، علاقات فرنسا مع العراق تمتد إلى سنوات الستين، ولكن بشكل أساسي سنوات السبعين. منذ فترة قصيرة هناك فد نوع من الحماوة أخذت في هذه الحماوة، يعني بشكل إيجابي، بين باريس وبغداد. خلال شهر واحد ثلاث زيارات مهمة، كان هنا جون إيف لو دريون يعني هو وزير خارجية فرنسا، قبل ثلاثة أيام أو أربعة فلورنس بارلي هي وزيرة الجيوش الفرنسية، والآن جاء ماكرون. الفكرة كانت قديمة عند ماكرون، حقيقة كان يود زيارة المنطقة والعراق بشكل أساسي منذ أيلول الماضي، أجلت إلى ديسمبر نتيجة الأحداث اللي كانت في العراق، أجلت في كل مرة. عدا هذه الرغبة الرسمية، هناك تقديرات في العالم وفي فرنسا بأنه العراق بدأ يعود، العراق بدأ يلعب دور في المنطقة، العراق بلد مهم، فمن الممكن بناء جسور للتعاون الاقتصادي السياسي مع العراق. بالبداية هي تقاربات سياسية وأمنية، فرنسا تشارك مع العراق في الحرب ضد الإرهاب وضد داعش، ساعدتنا في تدريب بعض قواتنا وكانت معنا في عمليات تحرير الموصل وشمال غرب العراق. ولكن فرنسا كأي بلد آخر تحاول أن تستفيد من علاقاتها مع العراق وبلدان المنطقة ببناء جسور اقتصادية مع العراق. لماذا التركيز على العراق؟ ربما هذا اجتهاد مني، ربما لأنه للعراق علاقات جيدة ومنفتحة مع بلدان المنطقة. من يكسب علاقات إيجابية مع العراق دون تحويله إلى ناصية خصومة من الممكن أن يتواصل مع بلدان المنطقة باختلاف توجهاتها. من هنا أنا أعتقد بأنه العراق اليوم وغدا سوف يكتسب أهمية من ناحية موقعه، تأثيره، علاقاته المنفتحة، يلعب دور حياد إيجابي في هذا المجال. نعم، من الممكن أن تكون لفرنسا الرؤية مستقبلية جيدة إذا علاقاتها مع العراق. ما يتعلق بالزيارة إلى المملكة العربية السعودية، كان هنا وزير خارجية السعودي، كان هنا وزراء، التواصل مستمر وموجود. احنا أجندتنا شوية أصبحت يعني مكتظة الفترة الماضية، زيارات خارجية، وضع داخلي، نحاول أن نجيب على بعض الأسئلة. العلاقات جيدة وتتطور بشكل مستمر، أكيد في المستقبل القريب
سوف تكون هناك زيارات أيضا إلى المملكة العربية السعودية ومن السعودية إلى العراق. سؤال آخر. وعليكم السلام. محمد شمر مراسل قناة النجباء الفضائية. دكتور إذا تسمح لي بسؤال قصيرات، أنا أسأل يعني متى سيطبق رئيس الوزراء العراقي قرار مجلس النواب الذي صوت وألزم رئيس الوزراء بإخراج كافة القوات الأجنبية من العراق؟ طبعا نحن غير معنيين بإبلاغ واشنطن أنه خلال زيارته رئيس الوزراء إلى واشنطن عن نيتها الانسحاب لمدة عامين أو أكثر، أنا أسأل عن قرار أعلى سلطة تشريعية في العراق هو قرار مجلس النواب. السؤال الثاني يعني تابعنا تحركات السيد رئيس الوزراء باتجاه المنافذ الحدودية وتم السيطرة عليها في وسط وجنوب العراق وإرسال قوة عسكرية، لكنه توقف باتجاه منافذ الشمال، طبعا تعتبر هناك 6 منافذ رئيسية ومهمة، توقف عند آخر منفذ جنوبي. شكرا جزيلا. ما يتعلق ببقاء القوات الأجنبية في داخل العراق، الموضوع هذا طرح وقيل وتم الحديث عنه منذ منهاج الوزاري لهذه الحكومة وفيما بعد. هذه القوات كانت موجودة في داخل العراق، ليس فقط تم دعوتها بل تم شرعنتها دبلوماسيا وحمايتها منذ فترة 2014 وإلى الآن. ما قامت به الحكومة الحالية هو إعادة طرح تواجد هذه القوات الدولية في داخل العراق والتباحث معها والحوار على أساس بقائها ضمن حاجة العراق لهذا الموضوع. الأطراف السياسية الأخرى بما في البيت الشيعي هم تناولوا إيجابيا هذا الشيء، وأنا سمعت وقرأت بيانات ردود فعل هنا وهناك في هذا الموضوع. الشيء الثاني ما تتحدث عنه القرار مجلس النواب الذي صدر، حقيقة هو قرار فبالجانب القانوني يجب البحث. اثنين، في اللحظة التي صدر فيها كان الحضور لا يمثل كل أطياف العراق حتى يأخذ بعد الوطني. الشيء الثالث، المرجعيات الروحية والدينية بما في مرجع بالنجف أيضا كان لهم رأي. حاجة العراق إلى المساعدة الدولية ليست مجال خصام سياسي ومزايدات بقدر ما هي حاجة نحن نقدرها لوضع البلد، فبالتالي عندما تكون هناك حكومة غير مستقيلة، عندما تكون حكومة أساسا تم التصويت عليها شعبيا ولديها كل قوام الشرعية، عند ذلك يتم التفاعل مع البرلمان والرأي العام لرسم صورة لما ما هو حاجة البلد فيما بعد. نعم نحن نعمل على تقوية سيادة العراق وهذه قضية أساسية بالنسبة لنا، ليس هناك سياسي عراقي يتطرق لسيادة العراق وهيبة الدولة بقدر رئيس وزراء الحالي، اطمئن لذلك. في داخل البيت الأبيض بما فيه الرئيس الأمريكي تحدث بأنه بقاء القوات الأمريكية سوف لا يدوم أكثر من 3 سنوات، وهذه أيضا نقطة إيجابية، هذه دليل تعافي الجانب العراقي. ولكن إن كنا نحتاج إلى مساعدة دولية من هنا وهناك، بلدان إقليمية ودولية، نعم نحن أحرار أن نتوجه ونطلب المساعدة بالجانب التدريب، شراء السلاح إلى آخره. السؤال الآخر، المنافذ الحدودية للعراق آلاف الكيلومترات مع بلدان الجوار، الأكثر اكتظاظا حقيقة هي الحدود الشرقية لأسباب عملية وتوفر قوات. نحن بدأنا من هنا، ولكن أيضا لدينا اتفاقات ولدينا نوع من التقرب إلى جانب إقليم كردستان لإيجاد نوع من التعامل لضبط الحدود والجمارك في هذه المناطق. هذه جزء من المدخول العراقي العام، وبالتالي يجب أن يكون جزء من الموازنة وما سوف نقسمه على الجميع بما فيه على الإقليم. بدأنا في هذه المنطقة، بدأنا مع الموانئ، قبلها بدأنا في المنطقة الغربية، ونحاول أن نوسع ذلك في هذا المجال. سوف لا نستثني نقطة ما في العراق وعلى حدوده الخارجية في هذا الموضوع. سؤال آخر.
السلام عليكم. عمر هشام وكالة نينا للأنباء. بخصوص المسألة ما يحدث بمسألة السلاح ومقترحات شراء السلاح من العشائر من أجل ضبط السلاح وتخصيصه أو تحديده ضمن نطاق الدولة، أين وصلت الحكومة وهل هناك مقترحات قدمت من وزارات معنية أو مسؤولين معني أمنيين بشكل خاص حول هذا الموضوع؟ شكرا جزيلا. نعم، موضوع العشائر والسلاح المنفلت وعدم الأمن في بعض المناطق، حقيقة السلاح المنفلت ليس فقط بيد يد العشائر، في بعض المجموعات أيضا لديها سلاح وأفراد أيضا لديهم سلاح ومجاميع محلية أيضا. الإشكالية مطروحة في مناطق عديدة، ولكن في الآونة الأخيرة قبل مجيء حكومة السيد الكاظمي رأينا في النوع من التراخي هنا وهناك من ناحية وجود وقوة الدولة. السياسة والتوازن العسكري واستخدام العنف لا يحب الفراغ، عندما تنسحب الدولة من مكان ما في أطراف معينة تملي هذا الفراغ. مرة عشائر وبالتالي هذه تصعب إلى خصومات محلية وتؤذي التواجد الاقتصادي وفي بعض الأحيان الدولي. لدينا بعض الإشكاليات مثل ما تعرفون بين القرنة وميسان وفي داخل ميسان وأيضا في المناطق الغربية، بل وصلت قسم من عدها إلى حد أبواب بغداد، ليس بدرجة يقلق توازن النظام ولكن يقلق المواطن في بعض الأحيان. مواطن تواقع أن يكون هناك قانون ودولة وحكومة ومحاكم ويذهب يتصل معها، ولا تنتهي الأمور دائما بنزاعات محلية تؤدي بعض الأحيان إلى خسائر حقيقة مؤذية وتراجيدية. العشائر في داخل المجتمع العراقي أنتم تعرفون هذه وحدات اجتماعية في بعض الأحيان ذات بعد سياسي متكرسة بالثقافة العراقية، هي موجودة تاريخيا، تقوى في بعض الأحيان وتضعف، ولكنها ضعفت منذ عام 58 إلى اليوم. العشائر هي موجودة على المستوى كمنظومة اجتماعية، ولكن كوحدة سياسية تدير أرض لم تعد بذلك. ما أعنيه، العشائر ليس لديها سيادة لإدارة منطقة، الذي لديه سيادة لإدارة منطقة هي الدولة، وبالتالي أبناء العشائر هم مواطنون وعليهم أن يحتكموا إلى القانون. قضية السلاح الموجود بيد العشائر نعم في بعض الأحيان غير مقبول، كيف نحاول أن نجمع هذه الأسلحة؟ أولا يجب أن نقوي الدولة، يجب على كل الأطراف أن تحترم الدولة والقانون بما في المتظاهرين الجماعات الأخرى، تقوية الدولة هي ضمانة. النقطة الثانية بأنه نحاول أن نضغط، منذ سنوات أيضا صدر القانون بأنه بعض الممارسات التي تخرج عن العرف بما فيها عرف العشائر سموا أنه هذه ممارسات ممكن ملاحقتها بأربع أرهاب في وقتها، لا زال هذا الأمر جاري. النقطة الثالثة، إذا كانت هذه الممارسات هنا وهناك قد تهدد الأمن العام ومصالح العراق الاقتصادية العليا، لا، عند ذاك الوقت الدولة سوف لا تسمح بذلك. مثلا في بعض الأحيان تحصل نزاعات خطيرة بجنب حقول كبيرة وعملاقة 80 إلى 90% من عدد مول الميزانية العراقية، سوف لا نسمح بالمساس بهذه الحقول وهذه الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة والأساسية للعراق. نحن أمام حالة هي اجتماعية موروثة، في بعض الأحيان تستخدم، في بعض الأحيان تهول، إلى الآن ممكن السيطرة عليها، ولكن هنا وهناك بدأت تمس حياة واستقرار المواطن. ونحن نرى عندما نسأل ما هو المطلوب، المواطن يقول رجوع الدولة أكثر. العشيرة قيمة اجتماعية تاريخية من الممكن احترامها، ولكن العشيرة ليست أفق المجتمعات الحديثة، الحديثة ليست أفق العالم الذي يعيش العولمة، الاتصالات الهائلة، شركات العملاقة،
التعليم المتقدم، من الممكن للعشيرة أن تتكيف مع كل ذلك، ولكن العشيرة تتبع للدولة وليس العشيرة تعاشرن الدولة. وبالتالي نحن أمام هذا الواقع بطبيعة الحال، نأخذها كواقع موضوعي، ولكن نحاول أن نبقي على الأساسيات في إدارة هذا المجتمع: قانون، الدستور، هيبة الدولة، البرلمان، المواطنة، مجتمع مدني، وأيضا احترام كل المكونات اللي موجودة في داخل العراق. العشائر موجودة، ولكن فرقوا بين شيء: هناك عشائر وهناك عشائرية. العراق يديره قانون ودستور وليس العشائرية. في العراق في عشائر؟ نعم، لا نخلط بين الشيئين. العشائرية ليس دستور العراق، هناك عشائر في داخل العراق، وهناك فرق كبير بين هذا وذاك. مع شكر جزيل، وأنا أحمد ملا طلال يراكم في المرة القادمة. شكرا جزيلا. We'll be right back.